التاريخية الثامنة بالصحراء، فشارك وقاد معارك كبرى. أيها المعزون والمشيعون، نقف هذه الوقفة وقفة إجلال وإكبار وإعزاز. بعد عمر طويل أقول قضاه في سبيل تحرير وطننا وتشييد صرحه وبناء عزه، وفقدت فيه الجزائر عامة والولاية الخامسة تاريخيا من أقصى جنوبها إلى شمالها، واحدا من مجاهديها الأشاوس وأبنائها البررة. عطر الله ثراه وأسكنه منزلة مع من ارتضاه في جواره الكريم.